مزيد من التفاصيل معي مراسلنا حمادة العربي، مراسل قناة النيل للأخبار من معبر رفح. حمادة تحياتي، يعني ما هي آخر الأخبار لديك؟ يعني كنت أفدتنا بدخول عشرات الشاحنات، وأراك الآن تقف أمام واحدة من سيارات الإسعاف المصرية التي تستقبل الجرحى. أعطيني تفصيلا أكثر حول الأوضاع لديك الآن في المعبر، تفضل. حسام، تحياتي لك ولكل مشاهدي النيل للأخبار. بالفعل هذه السيارات الإسعاف التي توجد أمام المعبر بصورة مستمرة استطاعت اليوم نقل 4 حالات مصابة من معبر رفح، وتم توجيه لدخولهم إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، ويمكن هذه هي المستشفيات المخصصة للحالات التي يتم استقبالها من أبناء قطاع غزة والذين يأتون بتقارير طبية تفيد مجريات الحالات الخاصة بهم، ومن ثم يتم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة من مدينة العريش أو حتى مستشفيات في القاهرة إذا استدعت الحالة الطبية والصحية الخاصة بهم النقل إلى القاهرة. يضاف أيضا إلى ذلك حركة توافد الشاحنات كانت مستمرة، فقبل قليل وصلنا إلى ما يقرب من 120 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، محملة بالأدوية والمستلزمات المعيشية الضرورية لأهالينا في قطاع غزة، ودخلت تلك الشاحنات من البوابات الخاصة بمعبر رفح واتجهت إلى نقاط التفتيش. كنا نتحدث في السابق عن نقطة واحدة للتفتيش هي معبر العوجة، وكان يحدث هناك تكدس كبير لهذه الشاحنات. اليوم والأمس نتحدث عن إضافة معبر كرم أبو سالم، وهو نقطة مجهزة قبل هذه الحرب لدخول الشاحنات، وكان يستقبل يوميا ما يزيد عن 500 شاحنة، وتم إضافته إلى نقاط التفتيش ليتم تسريع وتيرة تفتيش هذه الشاحنات، ومن ثم تدخل إلى معبر رفح المصري ويتم تنزيل حمولتها والتوجه بها بعد ذلك إلى الجانب الفلسطيني بعد تسلمها من الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة والأونروا. يمكن هناك أنباء تتردد بشكل كبير عن دخول لعدد من الشاحنات التي تتبع الأمم المتحدة واليونيسيف مباشرة من معبر كرم أبو سالم خلال الفترة القادمة، وتتجه مباشرة بعد دخولها إلى معبر كرم أبو سالم إلى داخل قطاع غزة سواء جنوب القطاع أو شماله، وبالأحرى سوف يكون في الجنوب بعد خضوعها لعمليات التفتيش، أي اختصار الوقت الذي تعود فيها الشاحنات بعد التفتيش إلى معبر رفح وإنزال الحمولة وإعادة تحميلها مرة أخرى على شاحنات فلسطينية. فهذا سوف يتم اتباعه خلال الأيام القادمة مع الشاحنات التي تتبع الأمم المتحدة. أيضا من ضمن الأمور التي رصدناها أمام معبر رفح وتجهيز عدد آخر من الشاحنات موجودة في الجوانب المحيطة بمعبر رفح، وسيتم الدفع بها بشكل مباشر خلال الآونة القادمة، إضافة أيضا إلى تجهيز ما يقرب من 6 شاحنات محملة بالوقود، 4 شاحنات منها محملة بالسولار، إضافة أيضا إلى شاحنتين محملتين بالغاز الطبيعي ليتم ضخهما إلى أو ضخ تلك الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة ليتم الاستفادة منها سواء في تشغيل السيارات الداعمة للنازحين أو السيارات التي تحمل المساعدات من معبر رفح وتعود بها مرة أخرى إلى قطاع غزة أو بعض المستشفيات التي يمكن بالكاد هي تعمل داخل القطاع، وخروج ما يقرب من 22 مستشفى عن العمل بشكل نهائي خلال المرحلة الماضية نتيجة لنقص شديد في الكوادر الطبية في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وهو ما يصعب من الأمور الصحية داخل قطاع غزة خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين لتتجاوز 50,000 مصاب، بعض هؤلاء المصابين ينزفون حتى الموت نتيجة لنقص عديد من الإمكانات الخاصة ب تلقي العلاج والإسعافات اللازمة وإجراء العمليات. أيضا من ضمن الصور المخزية استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل، وخاصة هنا في مدينة رفح الفلسطينية. على الجانب الآخر من معبر رفح سمعنا دوي عدد من الغارات في صباح هذا اليوم، وكان يسمع دوي الانفجارات من هنا من أمام معبر رفح على الجانب المصري. نعم حمادة، عندما تتحدث عن، يعني هسألك في كذا نقطة عشان تجاوب مرة واحدة، عندما تتحدث عن عمليات التفتيش وهي
بشكل ما معرقلة لدخول المساعدات. أنت تتحدث عن الجانب الإسرائيلي، ماذا يقومون ولماذا يؤخروا هذه المساعدات؟ الجزء الثاني، عملية القصف من الجانب الآخر هي تسيء إلى المنطقة من رفح من الفلسطينية، فتؤدي إلى عدم وصول وعودة الشاحنات بسهولة، وما يعرقل أيضا هذه العملية، وهذه تعتبر كلها جرائم حرب. أين الأمم المتحدة فيما، وهل أيضا شاحنات الأمم المتحدة يقوم بحراستها أو بالتنسيق الأمني بينهم وبين الجيش الإسرائيلي حتى تمر في أمان؟ أعطيني معلومات أكثر عن هذه المواضيع أرجوك. بالفعل حسام، يعني إذا تحدثنا عن بداية أسئلتك حول عمليات التفتيش التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، ففي البدايات كان هناك عرقلة واضحة وشديدة لبعض الشاحنات، كان هناك فرض لدخول شاحنات بعينها. لو نضرب مثالا ليكون الموضوع قريبا للسادة المشاهدين، عندما نتحدث عن وصول ما يقرب من 20 شاحنة في بداية دخول المساعدات، كان الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال هذه الشاحنات، بمعنى أن يقوم بإعداد هذه الشاحنات. لو كانت بها 10 شاحنات خاصة للغذاء، و5 شاحنات خاصة للأدوية، و5 شاحنات أخرى خاصة بالمياه، يسمح فقط بدخول 10 شاحنات، ربما تكون شاحنتان منهم محملتان بالمياه، وشاحنة واحدة فقط محملة بالأدوية، و7 شاحنات محملة بالأغذية، ويعرقل عملية التفتيش من حيث يكون هناك تلكؤ في وتباطؤ في عمليات التفتيش، يكون هناك اعتراضات على شكل الحاويات، على شكل العبوات الموجودة في هذه الشاحنات. أحيانا كان يتم رفض بعض الشاحنات نتيجة لوجود عدد من المشكلات في العبوات الكرتونية نتيجة لسقوط الأمطار وما شابه ذلك، وهي عبوات خاصة بالمياه، فلن تتضرر في مسألة الدخول ولن يتضرر محتوياتها، لكن الجانب الإسرائيلي كان يرفض دخول مثل هذه الشاحنات التي يعني بها هذه العيوب البسيطة إذا ما صح التعبير. أيضا الموضوع الخاص بالقصف واستمراره على رفح الفلسطينية ودور الأمم المتحدة، يمكن كما تعلم حسام ويعلم بعض السادة المشاهدين، الأمين العام بحد ذاته للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن غزة تحولت لمقبرة للأطفال، وأكد أن هناك إصابات وقتلى في صفوف الأمم المتحدة لم يسبق لها مثيل على مر العصور، ومع ذلك لم تستطع الأمم المتحدة فرض السيطرة على هذه، إضافة أيضا إلى استهداف المدارس التابعة للأونروا، استهداف الأمور والمساكن والأماكن التي تم إعدادها للنازحين، يستهدفها قوات الاحتلال دون عقاب، دون تحذيرات، دون أيضا حساب. يعني إسرائيل تقوم بكل هذه الأمور ولا تعي ولا تقوم بعمل حساب لأي منظمات دولية تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات، لاستمرار الكوارث داخل قطاع غزة بشكل للأسف كبير. للأسف. نعم. وحتى كنت تتحدث في آخر نقطة عن المساعدات والشاحنات التابعة للأمم المتحدة، هذه الشاحنات تم استهدافها من قبل وتم عرقلة دخولها، وهي تتبع الأمم المتحدة وترفع علم الأمم المتحدة للمساعدات. لولا تدخلات مصرية وتدخلات دولية كان من الممكن استهداف عدد أكبر من الشاحنات خلال الفترة الماضية، لذلك الجهود الدولية والضغط على الكيان الإسرائيلي هو مطلوب على مدار الساعة، خاصة وأن هناك مراوغات سواء في المعاهدات أو أثناء الهدنة أو ما بعد ذلك. يمكن حتى إسرائيل، يعني الصور البشعة التي ترسل من داخل قطاع غزة تستهدف من خلالها المدنيين، تستهدف من خلالها تعرية الفلسطينيين وأبناء قطاع غزة عند وهم مدنيون تستهدفهم. ويمكن آخر الصور في مستشفى إحدى المستشفيات داخل قطاع غزة تم استهداف المصابين وجرفهم بالجرافات، والبعض في مستشفى كمال عدوان كانوا أحياء، فالأمور بشعة للغاية بالفعل في مستشفى كمال عدوان. فهذه الأمور تخرج بكامل السيطرة عن الأخلاق، عن الإنسانية، عن أي مبادئ للحرب. هي بالفعل كما ذكرت حسام هي جرائم حرب من الدرجة الأولى، لكن تقف الأمور عند مسألة الحساب لقوات الاحتلال ولوزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وكل مجلس الحرب الخاص بإسرائيل، وهذا التعنت ده وصلت الأمور إلى استهداف الأسرى الخاصين بهم عندما يرفعون الرايات البيضاء. تخيل ماذا يفعلون بالفلسطينيين في هذا الشأن. تفضل حسام. أنا بشكرك حمادة العربي مراسل النيل، يعني أتمنى أن تبقى سالما وأن تحافظ على سلامتك الشخصية وعلى طاقم عمل قناة النيل الأخبار لديك، وشكرا جزيلا على هذه المعلومات الكثيرة.